بالنسبة للحادثة تاع المؤلمة للأسف صباح اليوم في سكيكدا، حقيقة كان عندنا عمال من شركة سوميك تابعين لشركة سوناتراك، كانوا يقوموا بإنجاز روتيني لصيانة في مصفات في سكيكدا، و يعني كان في بعض انتشار غازات اللي كانت يعني في تلك المنطقة خلت أن يكون حريق. ونقول لكم يعني حسب التقارير اللي شفتها ما فيش تأثير تماما على تشغيل المصفات، وكذلك احنا نتأسفوا لهذا بعض الحوادث اللي صارت عمالنا في الورشة، وراح سوناتراك تتكفل بهم تماما بكل الإجراءات الصحية، تتكفل بهم مهما كانت درجتها.